السلام عليكم نظرات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله وتكونوا بافضل الاحوال. اليوم جيت بفيديو جديد ووصفه جديده خطيره البنات، غزاله بزاف بزاف. غير اللي بغيت نقول لكم وناكد لكم عليه انني قبل ما نشارك معكم اي وصفه من الوصفات اللي شفتوا معايا مقبل واللي غتشوفوهم معايا من بعد ان شاء الله، ما كنشاركهم معكم حتى كنطبقهم على وجهي وكنشوف. بالنسبه لي انا البشره ديالي يعني حساسه، شفت الحاجه ما وافقتنيش اولا شي حاجه ما خصهاش تكون في داك المكون اللي غادي تاثر على البشره ديال ديالنا كيف ما كانت، سواء كانت البشره حساسه اولا العكس. ما كنعنيش حد الوصفات كنستغنى عليهم، ما كنبغيش نديرهم باش ما نضركمش احبابي والفاميلا ديالي. المهم البنات، بالنسبه للوصفه ديال اليوم غزاله بزاف بزاف، والمكون ديالها الاساسي هو الخرقوم البلدي كيف ما كتعرفوا. المنافع ديالو البنات يعني قويه بزاف بزاف ومفيده للصحه ديالنا كذلك، وما ننساوش بانها مفيده كذلك في وصفات تجميليه كترد البشره ديالنا غزاله بزاف بزاف. بالنسبه للوصفه ديال اليوم البنات، كتساعد على ثلاثه ديال الحوايج، كتخفف لينا البقع السوداء اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا، بحال دابا كاين بعض المرات كنحيدو شي بوان نوار ولا شي حاجه وكنجرحو البشره ديالنا وكيبقى لنا لاطراس ديالها، ونهار على نهار حتى كتولي لنا كحله وكنبقاو نسولو ما عرف شنو كانت عندي هنايا، ما عرف شنو كان عندي هنا باش ولا لي هكا. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هذه الوصفه. وكذلك الناس اللي فيهم الكلف، يعني كتكون المراه كيجي في الحماله ولا يعني شي مكون كليناه ولا شي حاجه كتكون وراثيه او اي حاجه، اي المهم اي سبب من الاسباب اللي كيخلي لنا الكلف يجينا في البشره ديالنا اولا في تحت البيطان اولا كيجي في الثدي ديال المراه، يعني عنده اماكن عديده بزاف بزاف. كذلك الكركم او الخرقوم كيحيد لنا هذا الكلف هذا، وكيحيد لنا كذلك النمش. الناس اللي يلاه بديهم النمش بطبيعه الحال ماشي من التجربه الاولى، الوصفه واي وصفه كنقولها وكناكد ليها ليها عليكم بلي الوصفه ماشي ان فوا كنديروها المره الاولى ما كتصدقش لينا، كنقولوا لا راها ما مزياناش، لا راه خصك ديري وتعاودي ديري وتعاودي وما تقنطيش، ودائما خلي وقت لراسك. والمكون الثاني اللي الحامض، انا الحامض هنا قطعته طرونشيات، فريمون الحامض غزال بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي البشره ديالهم دهنيه يستعملوا الحامض، اللي البشره ديالهم جافه يستغناو على الحامض ويعوضوه بما ورد يكون يعني طبيعي مقطر على اليد او لا تكون الماركه ديالو المزيانه. وكذلك كاين عندنا دانون طبيعي، انا هي اختاريت هذه النوعيه، هذه تقدروا ديروا اي نوعيه متوفره عندكم. وكذلك كيف ما كتعرفوا الاكسده اللي موجوده عندنا في الحامض حتى هي كتعطينا بياض للبشره ديالنا، ولا كانت عندنا هذه المنطقه تي هنايا اللي كانت عندنا الدهنيه بزاف اولا كتحسي براسك ان فوا كدوزي يدك هكا كتحسي بداك الزيت كتخرج لك، يعني الحامض هو اللي غادي يساعدنا باش غادي نصفيو داك الزيوت مره على مره وصفه من بعد وصفه طبيعه الحال بالتكرار وما نقنطوش. وحاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم البنات، اي وصفه كنبغيو نديروها كنغسلو وجهنا من قبل. انا هنايا راني غسلت وجهي بشويه ديال الماء دافي باش فتح لي المسام ديال البشره ديالي باش نستافد من هذا الماسك اللي غادي ندير. وحاجه اخرى، بما اننا في الحجر الصحي نقدروا نديروه في اي نهار بغينا، يعني في سير الايام كيف ما كنقولوا فوق ما بغيتوا تقدروا ديروه. اما بالنسبه نهار اللي ترفع ان شاء الله الحجر الصحي وبغيتوا تكملوا التريتمون ديال الوصفه ديالكم، من الاحسن انكم ديروه يعني في الويكاند، حيت كما كتعرفوا الخرقوم كيخلي شويه ديال الصفوريه، يعني ما يمكنلكش ديريها بحال دابا وتخرجي تكون عندك شي خرجه اولا شي حاجه، ديريها مقبل باش كتكون داك الصفوريه زالت لينا وكتبان البشره ديالنا صافيه وجميله. المهم البنات، دابا انا غادي نحاول نخلط المكونات ديالي كيف ما غتشوفوا معايا. غناخذ زلافه او اي حاجه تقدروا ديروها، غادي نضيف عليها معلقه ديال الخرقوم اللي انا غادي ندير القياس غير ليا انا. بالنسبه للناس اللي بهم اشخاص بزاف غادي يضاعفوا هذه الكميه اللي غادي ندير، وغادي نضيف عليها معلقه عامره كيف ما كتشوفوا ديال دانون، وغادي نعصر عليها هاد لي طرونش ديال الحامض. فريمون وصفه غزاله بزاف بزاف البنات، وكذلك كتصلح الحروق اللي كانت عندنا شي حرقه خفيفه، دائما داك القفزه اللي كتقفزنا هنايا الكوكوت اولا المقله
يعني غزاله بزاف بزاف، كتبقى لنا داك الطبعه يعني ما كتبغيش تزول. هذا هو الحل اللي غادي نتهناو من كاع لي طاش، وكذلك ملي كنديروا لا سيغ وكيبقاو لنا داك الحروق حمر وكيبقاو مره على مره ما حدهم كيبردوا لينا وهما كيوليو يكحلوا، كذلك كتصلح ليهم هاد الوصفه هذه. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا، غادي نقرب لكم، انا غادي نحاول انني نخلط المكونات وندوزو باش نطبقوهم على البشره ديالنا. صافي غزاله ديالي كيف ما كتشوفوا كيولينا كريمي على هذا الشكل هكا، انا كيحمقني هذا اللون كيعجبني بزاف بزاف. غادي نخلطوا هكا مزيان، وغادي ناخذ الفرشات او لا اي حاجه اللي غادي نطبق بها على البشره ديالي. بسم الله، ودائما كيف ما كنقول لكم كنبدا من هذه البلاصه ونطلع ونبعد على الحواجب ديالي وعلى العين. جربوها البنات غادي تشكروني عليها، انا متاكده غزاله بزاف بزاف. والخرقوم او لا الكركم يعني فيه المنافع زوينه، ما تستغناوش على هذه الوصفه نهائيا البنات. واخا ديريها المره الاولى وتقولي ما صدقاتش معايا او لا ما حيداتليش، عندي شي مثلا عندك شي طبعه هنا او لا كلف او لا شي حاجه وديريها وتقولي لا راه درتها وما صدقاتليش، راه كناخذو دواء كتاخذي انتيبيوتيك وكديري، ولا ما كملتيش راه كيما ما كتبرايش وما كتزولكش داك الحاجه اللي باغا تخلصي منها. داكشي علاش كناكد عليكم دائما الوصفات اللي غنديروهم نديروهم بطريقه صحيحه، ونديرو المكونات اللي نستافد منها البشره ديالنا يعني ما تضرناش، وفي نفس الوقت تلقاو النتيجه اللي حنا كنقلبوها. صافي غزاله دابا انا غادي نحاول ندير الكريم ديالي بهاد الطريقه. نديرو طبقه تكون غليظه شويه باش البشره ديالنا كتستافد. بالنسبه للماسك تقدروا تخليوه تقريبا ثلث ساعه او لا ربع ساعه. طبيعه الحال كاع لي ماسك اللي كنديروه حتى كنكونوا سالين الشغل ديالنا عاد كنرجعوا نعتنيو بالبشره ديالنا باش كنعطيوها وقت وكنستافدوا من لي ماسك ديالنا. تقدروا البنات ديروها كيف ما قلت لكم في اي منطقه في الذات ديالكم، مفيده بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كانوا في الحمام يقدروا يديروها يعني غوماج للذات ديالهم كامله بطبيعه الحال من قبل ما نحكوا عاد نديروها باش كتزول لينا داك الصفوريه ديال الخرقوم. وكذلك ما نساوش العنق ديالنا، دائما الوصفات اللي كنديروها وكتكون كتبيض كنحاولوا ما نساوش العنق ديالنا دائما باش ما يجيش لينا الفرق ما بين العنق ديالنا وما بين صافي غزاله ديالي. كيف ما كتشوفوا انا طبقت الماسك ديالي على البشره ديالي، ودائما خليو مسافه على العين ديالنا باش ما تضررش لينا تقريبا واحد ثلث ساعه على ما نحس به بدا كينشف واحد شويه، هو ما كيبش بزاف يعني غير واحد شويه حيت ما فيش مكونات اللي غادي تجمد لينا. غادي نخليه يرتاح شويه، غادي نزيد نكمل في هاد البلاصه هذه هنايا عاد بانت ليا. دائما كنبداو من الفوق ونهبطو لتحت بهذه الطريقه. وصافي الغزالات غادي نخليو الماسك ديالنا تستافد منه البشره ديالنا ونتلاقاو من بعد ما نغسلوه. بالنسبه للغسيل غادي توصلوه البنات بالماء يكون يعني بارد، ما نحتاجوش اننا ندفيو الماء، غادي نديرو الماء يكون بارد باش المسام ديالنا كيتسدو لينا حيت من قبل رحنا استعملنا الماء دافي، ودابا غادي نديرو الماء بارد عفوا باش غادي يتسدو لينا المسام ديالنا ونرجعو باش نشوفو الكريم والطريقه ديال المساج اللي غنديرو في البشره ديالنا. صافي غزاله ديالي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما غسلت وجهي فريمون النتيجه غزاله بزاف بزاف، فتحسي كيف
كما كتشوفوا هاد اللمعه اللي كتعطينا في البشره ديالنا غزاله بزاف بزاف. بالنسبه اللي عندهم كريم دو جور يقدروا يدهنوا، اللي حاس بوجهه يعني ديجا عنده وجهه دهني بزاف وحاس براسو يعني مازال وجهه مكينيش، كتحسي يعني فراحتك ما كديريهاش وانت كتحسي بالبشره ديالك مجبده. ما كاينلاش انهم يديروا شي كريم، بغاو يديروا فقط يجيبوا ماورد يرشوه على الوجه ديالهم. بالنسبه لي انا كنحس بشويه بلي البشره ديالي مشدوده عليا بحال شي حاجه متقلاني، داكشي علاش غادي ندير. بالنسبه للناس يقدروا يديروا اما نيفيا الا كانت متوفره عندكم، اولا تقدروا ديروا الكريم دو جور ديالكم. صراحه انا هذا الكريم هذا عجبني بزاف بزاف، هذه مده هو عندي وكنت ناسيه ما كنديروش بزاف يعني قليل فين كنستخدمه، وليت فقط كندير نيفيا اولا ملي كندوش كندير ماورد ولا كندير ماورد من بعد شي ماسك فقط. ملي ما عنده حتى شي حاجه ما متوفرش عنده حاليا لا ماورد ولا حتى كريم دو جور ولا حتى دهنه ولا حتى شي حاجه، فقط غادي تجيبوا زيت البلديه المنافع ديالها غزالين بزاف بزاف. مهم سمحوا لي كنحس براسي ملي كنكون كنهضر قدام الكاميرا بحال شي وحده كتكون مربوطه غير كيطلقوني ما كنسكتش كنبقى كنهضر. سمحوا لي بزاف بزاف بالنسبه للناس اللي كنت كنصدعهم اولا كانت الهضره ديالي كتقلقهم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا الاضاءه ملي كيضرب فيك الضوء كتعطي هذه البلاصه لمعه بزاف بزاف. راه باقي شويه مازال كنحس شويه بوجهي صفر، داكشي علاش قلت لكم نديرو حنا جالسين في البيوت ديالنا. صافي انا غادي نحاول ندهن نيفيا حيت هي تقريبا هي اللي كتكون مزيت يعني اكثر من اكثر من لاكريم اللي عندنا، وكذلك ما ننساش العنق ديالي دائما من هنا ونجر الفوق باش كنستافد ديما الوجه ديالنا كيبقى مجبد. وصافي غزالات انا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نحاول انني نمصي البشره ديالي ونخلي الدهنه ديالي تدخل فيها مزيان بزاف بزاف. دائما غادي تجبدي بهذه الطريقه من هنا الفوق والعنق ديالنا من هنا لتحت، دائما جري مزيان وجبدي باش دائما كتبقى البشره ديالك يعني فيها واحد النظره، كلشي كيبقى يسولك شنو كديري لوجهك شنو كتستعملي، البشره ديالك مجبده البشره ديالك نقيه دائما. الوصفه طبيعيه وكيف ما كتعرفوا انا بسيطه، ما كنعطيش يعني ما كنمشيش نشري لي برودوي غاليين ونجي نقول لك انا كندير هذه وكندير هذه، كنعطيكم داكشي يعني اللي في المتناول ومتوفر في كل بيت مغربي. فتحي ثلاجتك وهزي ودهني وتفاجئي بالنتيجه، ما كاينلاش اننا دائما ناخذ الوصفات غاليين باش نحافظوا على البشره ديالنا. المهم غزالات كنتمنى لكم الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم بزاف بزاف، ودائما كنتمنى تخليوا لي تعليقات على الوصفات اللي كنشارك معكم، واللي عندها شي وصفه اولا شي حاجه كديرها وكتصدق ليها يعني تفيدنا بها تخليها لنا في التعاليق باش نشاركوها مع الاصدقاء ديالنا. وما تنساوش دائما الاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.